أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة التربية الإسلامية. سنقوم اليوم بعرض محتويات الأسبوع الدراسي الأول من الفصل الدراسي الثاني. أتمنى أن يكون فصلا مليئا بالتوفيق والخير. قبل أن نبدأ، لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها من هذا الدرس. الأهداف: التعريف بمحتويات الأسبوع وكيف سنربطه بالمواد الأخرى. كما تعلمون، فإننا سنتناول الدروس واحدة واحدة. الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الثاني عنوانها جميل جدا، وهي وبالوالدين إحسانا. وفعلا وبالوالدين إحسانا، تتناول هذه الوحدة مجموعة من الدروس وهي 6 دروس. نبدأها بسورة آيات كريمة من سورة لقمان، وهي آيات محددة من آية 12 إلى آية 15، ثم درس بعنوان التقوى، وهما الدرسان اللذان سنتناولهما خلال هذا الأسبوع. أما بقية الدروس هو دور الأم في بناء الأسرة، السور المكية والسور المدنية، نبي الله سيدنا موسى نبوته، والتلاوة والتجويد. وسنطبق هذه الأحكام من التلاوة مخرج الحلق من خلال دراستنا لآيات محددة وتطبيق هذه التلاوة عليها. كما ترى عزيزي الطالب، أمامنا في الموضوع الأول مجموعة من الآيات من سورة لقمان. سنتعرف على لقمان ولماذا سميت السورة باسمه. سنتعرف على بعض المعاني الموجودة في الآيات، لذلك الربط الأول لهذا الموضوع سيكون في مادة اللغة العربية من خلال تعلم معاني المفردات. كما سنقوم بتلاوة هذه الآيات بعد الاستماع إليها من موقع تنزيل، ثم حفظها غيبا، والتعرف إلى أبرز موضوعاتها، وتقييم أنفسنا بالرجوع إلى صفحة المنصة التعليمية، والقيام بما فيها من أنشطة للتزود بالمعرفة أكثر. دعونا نستمع إلى هذه الآيات. بسم الله. صدق الله العظيم. انظر عزيزي الطالب إلى أبرز الموضوعات التي تتحدث عنها الآيات، فهي تتحدث عن فضل الله تعالى على لقمان، وكيف أن الله تعالى أعطاه وخصه بالحكمة، ثم مجموعة من الوصايا للقمان الحكيم وهو يتحدث مع ابنه، فكانت عبارة عن مجموعة من الوصايا الثمينة، وهي عدم الشرك بالله، بر الوالدين وطاعتهما، ثم الرجوع إلى الله تعالى والتوبة عن الخطأ. سنتناول هذا بالتفصيل عند دراسة هذا الدرس. أما الموضوع الثاني فهو عبارة عن التقوى.
سأروي لكم قصة ومن خلالها أريد أن تستنتجوا مفهوم التقوى. أذكر أن عبد الله بن عمر رأى راعيا وأراد أن يختبره، فقال له: وعندما أقول عبد الله بن عمر أنا أتحدث عن ابن عمر بن الخطاب. إذا عندما رأى هذا الراعي أراد أن يختبره، فسأله: يا راعي الغنم، بعني شاة من هذه الغنم. هذه الشاة ليست ملكه وإنما هو عامل. فأجاب الراعي: إني أجير. فقال ابن عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فأجاب الراعي: أين الله عز وجل؟ إذا ما مفهوم التقوى من خلال هذه القصة؟ نعم، إنها الخوف من الله تعالى وعدم القيام بأي شيء يغضبه، حتى وإن كان المعني بهذا الشيء لا يعرف. يعني نحن نصوم لله تعالى، فنحن نمتنع عن الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه وليس لأي شخص. فلا يجوز أن أخفي تناولي للطعام أمام الناس وآكل لوحدي لأن الله يراني، وهكذا فيه كثير من الأمثلة. سنتناول هذا المفهوم بالتفصيل ونذكر المزيد من الأمثلة عند شرحي لهذا الدرس. لا تتردد في الرجوع إلى المنصة التعليمية للحصول على الكثير من الأنشطة والتقييمات الذاتية لفهم الدرس أكثر. أشكر استماعكم وأراكم في دروس قادمة، ودمتم بخير.